شانل برودكشن ونجوم اف ام يقدمان اشرف عبد الباقي وانا علي ربيع وانا اسس طبعا ومحمد عبد الرحمن انا المساوي انا كنت زمان بردح وازعق واطرش الملاية فجأة الموضوع عجبني جدا واتطور معايا انا بحترف التسريح دلوقتي بعد ما كان هواية حطيت على ويكي ليكس في تسجيلاتي وتسريباتي واخدت علامة الجودة في التسريح والايزو كمان احنا التسريح بتاعنا صدرناه للامريكان اول شركة تسريح دولية فروعها في كل مكان عندنا تسريح شعبي وزواتي واولادي وبناتي احنا التسريح مسموع تلفزيوني وإذاعي أما الأسعار حسب الموضوع وفردي أو جماعي منيو التسريح في الشركة اتفضل ده الكارت بتاعي في خصم كمان 25% على خدماتي أنا عندي صندوق أسود فيه أسرار العالم دي أنا عندي لكل الناس اللي بيختلفوا معايا سيدي الفيديو ده على اليوتيوب شوفه وهنتكلم بعديه أنشر ولا بحب أشيله وديك أرقام حسابات لو عندك بيت أو أرض وحد حرامي عليها استولى لما جماعات بلطج ويك أو حتى قناة أو دولة أنا بعتبر الموضوع ده مش مقاولة مصر أولى وبدافع عن حق المظلوم واتنازل عن عمولاتي أنا دايما بعمل خطة بالنسبة لي محبش عوك في تويتر بعرف أسيح ولا ببيج على فيسبوك بعرف أسيح للخاين واكشفه لو عامل يولوك وأعرف القرد المات يشتغل إيه الأوراداتي المسيحاتي كلمات المقدمة رمزي بشارة موسيقى أكرم عادل المنتج شادي مقار تأليف ولاء شريف إخراج أيمن علي كل يوم من الساعة 6:15 قبل الفطار على نجوم اف ام دلوقتي جي معاكم مع مسلسل المسيحاتي مع أشرف عبد الباقي على نجوم اف ام سيد ايسي يا بهبتي بيشكر لي فيك يا احلى زيتونه في برطمان الحاره كله الكلام ده من قلبك يا بهبتي صحيح انت شايفني زيتونه في برطمان طبعا يا بنت زيتونه اطمني انا نظري 6/6 يعني شايفك كويس جدا مين ما ينفعش يشوفك يعني طب ليه بقى مش حاسس بيا ولا بتعبر لي عن مشاعرك ناحيتي عشان ما فيش وقت مثلا قصدي اننا دلوقتي في عصر السرعة والنت والتكاتك وما بقاش في وقت اننا نعبر على مشاعرنا المدفونة يا لهوي دفنت مشاعرك ناحيتي بقولك ايه خلينا نتناقش في الدفنة والعزة ده بعدين لان حقيقي دلوقتي مش فضيلك يا زتونة طب مش هتقول انت رايح فين انت والشلة بصي انا ممكن اجاوبلك على اي سؤال في العالم الا السؤال ده يا زتونة ارجوكي كله الا السؤال ده اسأليني اي سؤال يخطر على بالك وانا هجاوبك بتحبني يا قلبي هقولك انا والعيال رايحين فين بقولك ايه يا مبهج ايوه يا فوزية انا عايز انزل اشتغل يا لهوي بتقولي ايه بتقولي ايه يا مجنون انت يا اهلا وسهلا اهلا 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 يا بهجة انت والرجالة نورتوني في محلي المتواضع بطبيعته يا اهلا وسهلا يا معلم صفوت ده نورك يا سيدي المعلمين كلك ذوق تشربوا ايه بقى مفيش داعي نتعبك معانا يا معلم صفوت ما تقولش كده كمانجا خلاص يبقى طقم كوكتيل من عينيا يا اي سي من عينيا بص بقى يا معلم الله الله على الجد والجد الله الله عليه يعني ايه تشتغل يا فوزي يا ام بهجة انا لازم يبقى عندي دم بهجة ابنك ربنا يعينه على حاله وانا ربنا يعيني على حالي وحال عيالي اوعي تقولي كده تاني وعموما يا بنت الناس انا ليا معاكي كلام تاني لما ابني بهجة يرجع بالسلامه يا ام بهجة تسمعيني بس فوزية ما اسمعش منك ولا كلمه الا لما بهجة يرجع خلاص
انا قلت اتلحنوا يا رجاله، انما كده انتوا كورال ورايا يعني. ما تخش في الموضوع يا اسطى باجت وتجيب من الاخر. احنا جايين لك واحنا عارفين انك انت راجل حقاني وما ترضاش على نفسك وعلى غيرك غير الحق. برضو لسه بتلف وتدور، جيب من الاخر يا برنس. باختصار مفيد انا جاي لك بخصوص الميتين الف جنيه اللي عندك للمعلم مختار. انا قلت له ان المعلم صفوت راجل وقد كلمته وهيدينا الفلوس والميه تعود لمجاريها، ما ينفعش يعني تخسره بعد عشان يعني 200 الف جنيه اللي راحوا ولا جم. كلام في الصميم وعين العقل يا كبير. انا شايف ان الوسطى بهجه بيتكلم في الصح، وهو عمره قال حاجه غلط الله عليه. بس بس بقى انت وهو، انتوا هتغنوا وراه؟ لا احنا بنلحن بس. طيب بص يا عم الملحن، انت وهو اولا انتوا مالكمش تتكلموا في الموضوع ده من اساس، ودي حاجه بيني وبين المعلم مختار يعني مالكمش فيه. معلم مختار فوتني ان انا اتكلم معاك يا معلم صافا. حتى لو كده انسى، مفيش فلوس واعلى مفخرك اركبه يا باجت يا دغري. ما بلاش هتندم يا صافا. السلامه يا اخويا، وسك يدعك كوكتيل. كده انت اللي اخترت وانت اللي جبته لنفسك. ده بيقول لي ايه اعلى مفخلك اركابه، مش قال كده رجاله؟ قال يا كبير. طب يلا يا جماعه نلحق الخيل بسرعه. يلا. طب ما نستنى الكوكتيل. انتوا مع مسلسل المسيحاتي مع اشرف عبد الباقي على نجوم اف ام. ايوه جاي. شفت بقى او ما ينفعش معاه الحل الودي. صفوت ده انا عارفه، ده كلب فلوس ومش بسهوله هيدفع لنا 200 الف جنيه. يعني ايه يا كبير؟ نقفل على الموضوع يعني ويا دار ما دخلك شر. انا شايف ان الموضوع ده صعب، بس احنا نشتري دماغنا ونلغي القصه دي اصلا، لاننا مش هنوصل لحاجه مع راجل بيحب الجنيه اكتر من عياله. ماشي يا سيدي، انت وكمان جا بتغنوا مع بعض. طب احب اسمع بقى راي بقيه الرجاله. فرج، زكي، رايكوا ايه؟ انا شايف الرجاله هتتكلم صح. انت شايف الراجل هب فينا ازاي؟ دلول انا كنت معاك وكان كلكم. الراجل ما طاقش يسمع سيره الفلوس، ده غير انه لغى الكوكتيل اللي كنا متفقين عليه. انا شايف اننا غلطنا اننا طلبنا الفلوس قبل ما نشرب الكوكتيل. هو ده راي الرجاله؟ انت شايف حاجه تانيه يا كبير؟ مختار انت اتجننت يا راجل؟ بعد لي شويه عيالي طلبوني بالفلوس. انا طب خليهم ينفعوه واعلى مفخرك انت وهم اركبوه. انت شكلك ما تعرفش انت بتتكلم مع مين يا مختار. انا المعلم صفوت، صفوت النادي. يعني الكلام اللي شويه العيال دول بيقولوه عمره ما يهزني. ومره تانيه بقولها لك، اعلى مفخرك انت وهم اركبوه يا مختار، واوريني هتاخد فلوسك ازاي. سلام سلام يا ناصح. لا كبير مين بقى؟ ده انا طلعت صغير قوي جنبوكو، بقيتوا عايزين تفردوا رايكم مش سامعيني حتى. ما تقولش كده يا اسطى بهجت، انت عارف قيمتك وغلاوتك عندنا. ده احنا متربيين على كتفك يا جدع، ومن ايدك دي لودنك دي. انت لو شايف اننا نروح نرجع علقه تمام، شاور انت بس عليه واقرا الفاتحه على روحه. يا كبير قول لنا بس انت بتفكر في ايه، واحنا معاك لاخر نفس في فرج. هي دي الروح اللي انا عايزها تكون جواكم. امال احنا اجمد شله في الحاره ليه؟ عشان الروح دي، وعشان مفيش حد بيتدخل بينا، فاهمين؟ طب قول لنا بتفكر في ايه؟ انا عندي فكره جهنميه هتخلينا نجيب الفلوس دي من حباب عين الواد صفوت النادي. فكره ايه؟ احنا هنسيح. استنونا بكرة مع حلقة جديدة من المسيحاتي مع أشرف عبد الباقي، حمدي مرغاني، كريم عفيفي، أنا بقى حامد، ومعاكم محمد أنور، وأنا خاطر. المسيحاتي، ضيف الشرف الفنان القدير فايق عزب. شارك في التمثيل لبنى ونس، أماني البحطيطي، إمام حمدي، محمد توب، إبرام سمير.
سياحاتي. بيشول طاهر، سعاد القاضي، هادير مصطفى، مصطفى بسيط، إدارة الإنتاج أمل عبد الحميد، مايكل مراد، بيشوي سامي، مخرج منفذ صلاح عفيفي، المسيحاتي، ولاء شريف، أيمن علي.